أيضا أشكر الأخت سنية الزغلامي على حضورها معنا ممثلة عن وزارة المالية، وزارة المالية اللي أيضا كان لها دور كبير في إصدار القوانين الثلاثة السابقة، قانون السكوك الإسلامية وقانون شركات التأمين التكافلية وقانون صناديق الاستثمار. نشكرهم جميعا على تشريفهم لنا بهذه الندوة، ونجاح الندوة هو بوجودهم لأنهم يمثلون الجهات الرسمية التي تسهر على الساحة المصرفية والمالية. بطبيعة الحال من المعروف أن أهم عائق أمام تجربة البنوك والمصارف الإسلامية في العالم هو عدم ملائمة الإطار التشريعي والرقابي والإشرافي لخصوصيات وطبيعة الخدمات المصرفية الإسلامية. لقد كانت البنوك المركزية إلى وقت قريب تطبق على المصارف الإسلامية نفس المعايير التي أعدت للبنوك التقليدية دون اعتبار لخصوصية المصارف الإسلامية، وهو ما يجعل المصارف الإسلامية في وضع تنافسي سلبي، في إطار تعمل في إطار غير ملائم لها بالكامل، وهذا تحدي كبير نحن عشناه في مرحلة التأسيس الأولى. ولكن الحمد لله اليوم بظهور قانون البنوك الجديد اللي نص على ضرورة مراعاة والأخذ بعين الاعتبار خصوصية البنوك التي تمارس عمليات الصرف الإسلامية، واللي نص أيضا في الفصل 11 منه على أن يتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصرف الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال. حينما نذكر هذا القانون الذي هو موضوعنا اليوم، حينما نذكر هذا القانون لابد أن نتقدم بكل الشكر والتقدير للبنك المركزي التونسي ولكل العاملين فيه، وخاصة الذين ساهموا في إعداد هذا القانون على رأسهم الأستاذة نادية قمحة، وأيضا الأستاذ شادي العياري محافظ البنك الذي كانت له أعمال شاقة ومتواصلة من أجل إرساء هذا القانون. هذا القانون اللي تميز بآلية تشاركية شفافة وواضحة، حيث تم مناقشة هذا القانون على فترة ممتدة من الزمن ومن قبل مختلف الفئات ومختلف الأطراف ذات العلاقة على مستويات عديدة. تم مناقشة هذا القانون أو مشروع القانون على مستوى الفنيين اللي كانوا يمثلوا البنوك، تم دراسة تم تكليف مكتب خبرة عالمي من قبل جمعية البنوك لدراسة هذا القانون وتقييمه، تم هناك أكثر من اجتماع مع مدراء البنوك والبنك المركزي وبحضور السيد المحافظ لمناقشة هذا الموضوع. انتهت هذه المناقشات كلها بعرضه على مجلس النواب اللي أيضا هو تعلمون جميعا بأنه شهد مناقشات ساخنة بين الأحزاب، والحمد لله تم إصدار واعتماد هذا القانون. أنا أريد أن أقول في هذا الخصوص وأن أشير بأن المالية الإسلامية هي تقنيات جديدة معاصرة تساهم في تطوير السوق المالية وفي دفع حركة التنمية، وهي بعيدة كل البعد عن أي جانب إيديولوجي أو عقائدي. اليوم الغرب كله وغير المسلمين يتفاعلون مع هذه المالية الإسلامية، يتعاملون بها دون تعصب أو قيود ودون أي إيديولوجية أو خلفية عقائدية معينة، وهذا ما جعل المالية الإسلامية تنتشر في العالم كله. اليوم المالية الإسلامية أدخلت حلول وتطبيقات ومنتجات ومؤسسات جديدة مبتكرة متطورة معاصرة، رحب بها العالم كله من المختصين من الخبراء من رجال الاقتصاد، ولذلك يسمون البنوك الإسلامية بالإنوفاتيف بانكينج، لأن النظام المصرفي والمالي من أهم ذاته حتى يستمر وينجح هو التطوير والابتكار، والغرب يرحب بكل عملية ابتكار. رحبوا سابقا بالابتكارات المالية الجديدة بما فيها المشتقات التي كانت هي أدوات غير مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وحينما رأوا نموذج البنوك الإسلامية هذا النموذج المرتبط بالاقتصاد الحقيقي أيضا رحبوا به، لأن كل ابتكار لا يمكن إلا أن يقدم قيمة مضافة تساهم في الساحة المصرفية، وبالتالي أصبحت هذه البنوك الإسلامية محل اهتمام مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية والهيئات العالمية،
اللي أقرت باعترافها بآليات المالية الإسلامية بل وبتميزها وأثارها الإيجابية المباشرة على الاقتصاد الحقيقي. اليوم أصبحنا نرى أن البنوك والمؤسسات المالية العالمية تتنافس من أجل تقديم الخدمات المصرفية. اليوم نراه أن العديد من الدول هي بذاتها تتنافس لاحتضان هذه الصناعة ولفتح أبوابها لهذه المؤسسات الإسلامية وتتنافس في إصدار القوانين التي تسهل أن تكون تلك الدول مراكز مالية إسلامية دولية. اليوم نرى أن الجامعات العريقة الغربية، كبار الجامعات، تتنافس في تدريس المالية الإسلامية حتى تكون تواكب هذا الحدث. نرى أن وزير المالية الألماني صرح أمام الوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، صرح في 2015 صرح قائلا بأن أهمية المالية الإسلامية تزداد في الاقتصاد العالمي، وقال بالحرف وأوصى بأن يدرس الغرب المسائل المرتبطة بكيفية إدماج التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي. الصناعة المالية الإسلامية والخدمات ليست نشازا، وإنما هي تجربة بالرغم من صغر عمرها، إلا أنها استطاعت أن تضع لها الآليات الكفيلة بإنجاح هذه التجربة لأن تصبح صناعة وأن تضع القوانين وأن تضع الضوابط وأن تضع المعايير. أنا أريد أن أشير إلى أن هناك على الأقل سبعة مؤسسات أو هيئات دولية تخدم هذه الصناعة وتقدم لها المعايير والأحكام. عن الكثير عن البنك الإسلامي للتنمية وهو الأب الروحي للصناعة المالية الإسلامية، لديه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ومقرها البحرين أيضا تساهم مساهمة جادة في إصدار المعايير المحاسبية والمعايير الشرعية. لدينا مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB في ماليزيا أيضا يهتم بإصدار المبادئ الإرشادية في كل ما يتعلق بإدارة المخاطر والحوكمة والأخلاقيات وغير ذلك. لدينا المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي ويرأسه أحد الإخوة التونسيين الدكتور عبد الستار الخويلدي. لدينا هذه المؤسسات كلها اللي هي في الحقيقة تصدر لنا هذه المعايير الدولية التي تنظم أعمال البنوك الإسلامية والتي أصبحت تشكل أعراف دولية مهمة مقررة ومعتمدة وأصبح العرف كله يقبلها. من هنا يعني أؤكد على أهمية أنه ما جاء في النص القانوني في القانون على وجوب، وهذا ما جاء في القانون على وجوب مطابقة أعمال الصيرفة الإسلامية لهذه المعايير الدولية. اليوم عندنا حوالي 57 معيار شرعي ينظم الأحكام التي ترتب جميع الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية. عن حوالي 50 معيار محاسبي، عن عشرات المعايير التي تنظم إدارة الحوكمة، إدارة المخاطر والحوكمة وغيرها. هذه المعايير مهمة جدا، هي التي أنا شخصيا كنت في إحدى الزيارات لأمريكا لما كنت الأمين العام للمجلس العام للبنوك الإسلامية، وحينما كانت هناك بعض الحملات على البنوك الإسلامية في أيام أحداث سبتمبر، كانوا لا يعرفون شيئا عن البنوك الإسلامي. حينما رأوا هذه الكتب المراجع، المعيار الواحد يأخذ سنتين شغلا دراسة ومناقشة وأعدادا للمعايير، حينما شهدوا هذه المعايير اعترفوا بأن هذه ليست لعبة وإنما هي صناعة متكاملة. أنا أريد أن أختم كلمتي حتى لا أطيل عليكم، لأن هناك في ورشة العمل اليوم موضوعات مهمة جدا تتعلق الجزء منها الأول بقضايا متنوعة حول القانون، بما فيه تقديم القانون وبما فيها آليات إنقاذ المؤسسات وصندوق حماية الودائع، وهناك جزء ثاني سيتعلق بالمالية الإسلامية. سأترك المناقشة والعرض يكمل هذا، ولكنني سأختم كلمتي بالتأكيد على أهمية المعايير الدولية في التطبيقات المصرفية الإسلامية. أصبحت هذه المعايير الدولية
المرجع الموثوق به في الأوساط المصرفية العالمية، وحازت القبول العام بحمد الله تعالى، حتى أن الكثير والكثير من البنوك المركزية، وأحيانا نجد بعض الدول في قوانينها التي نظمت العمل المصرفي تنص على إلزامية هذه المعايير الدولية، أو على الأقل الاسترشاد بها. أصبحت هذه المعايير اليوم مقررا دراسيا في شتى الجامعات والكليات والمدارس. وهنا أعتقد من المهم جدا أن يتولى وأقترح هذا على المعهد، على المعهد الأعلى للقضاء، بأن يدرج مادة خاصة بهذه المعايير الدولية التي هي ملزمة مؤسساتنا التي تقدم الخدمات المصرفية باتباع هذه المعايير التي أصبحت عرفا من الأعراف الدولية. لابد أن تدرج في 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 المناهج الدراسية في المعهد الأعلى، واقترح على الإخوة أن ينظروا في هذا الأمر، خاصة وأننا اليوم مرجعية هذه البنوك، مرجعية الخدمات المصرفية، هي تدخل في نطاق هذه المعايير الهامة والهامة جدا، والتي نفتخر ونعتز بها. أنا أشكر أيضا اهتمامكم، لأنه اليوم هناك هذا التواصل بيننا وبينكم، تواصل مهم جدا، لأنه اليوم العمل المصرفي ينمو وينمو بسرعة فائقة، وبالتأكيد ككل عمل بشري ستنشأ عنه خلافات، نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، وهنا نحتاج إلى السلك القضائي، نحتاج إلى مداخلاتكم، نحتاج إلى أن تكون معالجة هذه النزاعات متوافقة مع الأحكام التي تنظم خصوصية هذه البنوك الإسلامية. وأعتقد بأن اليوم بعد صدور قانون البنوك والمؤسسات المالية، هناك كثير من العمل الذي ينتظرنا من أجل أن تكون كل الجهات ذات العلاقة بالبنوك الإسلامية أن تواكب هذا النص القانوني، وأن تتفاعل مع خصوصيات هذه المالية الإسلامية. وأنا متأكد بأن المالية الإسلامية التي نجحت على مستوى العالم، والتي بلغ حجمها أكثر من 2 تريليون دولار، نجحت أيضا في تونس. اليوم الحمد لله مصرف الزيتونة يمثل قصة نجاح، في أقل من 6 سنوات من عمره استطاع أن يأخذ نصيبا مهما من الساحة المصرفية، أن يساهم بفعالية في دفع الاستثمار، أن يكون منتشرا انتشارا واسعا في مختلف أرجاء البلاد. اليوم عندنا أكثر من انتهينا سنة 2016 ب 103 فرع، أكبر البنوك العريقة لديها 200 فرع. نحن اليوم الحمد لله حجم الودائع يتطور بشكل كبير، نسبة النمو برقمين، أكثر من 30% خلال السنوات الخمسة الأخيرة. بلغ حجم الودائع بتاعنا 1950 مليون دينار. نحن الحمد لله استطعنا، بالرغم من أن البنك عاش فترة تصرف وقتي، والحمد لله هذه الأرباح متواصلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأشكر لكم مجددا حضوركم، وأشكر السادة المنظمين لهذه الورشة، المعهد الأعلى للقضاء وعلى رأسهم الأخ الحمدي، وكذلك البنك المركزي الأخ نادية قمحة، وكذلك وزارة المالية. نشكرهم جميعا على هذا الدعم، ونسأل الله أن تتكرر مثل هذه اللقاءات. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.